الرحمن الرحيم. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. الحكمة أيها الأحباب نعمة من الله سبحانه وتعالى، فهي لا تحتاج إلى سرعة، ولا تحتاج إلى غضب، ولا تحتاج إلى انفعال كثير، تحتاج إلى تحكيم العقل وهدوء وروية كي يؤتى الإنسان الحكمة بالشكل الطبيعي السليم. والرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الحكمة في كثير من المواقف، ومن أشهر هذه المواقف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسلم خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد سبقه عمارة في الإسلام، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قد كنت أظن أن لخالد عقلا سيأتي به، أي كنت أعلم علم اليقين أن لخالد عقل سليم يمتلك الحكمة سيقوده هذا العقل بحكمته إلى دين الإسلام. فحفظ عمار هذا الكلام وذهب لخالد رضي الله عنه وقص عليه الخبر، فرق قلبه رضي الله عنه وأعلن إسلامه. ما احتاج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كثير كلام، ولا إلى عبارات، ولا إلى مجلدات، بحكمة بسيطة وعبارات معدودة دخلت قلب خالد رضي الله عنه فأسلم. وأحد الصحابة رضي الله عنه عبد الله بن مسعود كان يسمع مغنيا له اسمه زاذان، كان يغني، وكان الغناء في زمن الجاهلية كله خمور ورقص وتعري، فأراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن يبرق له موعظة رقيقة طيبة لكنها مليئة بالحكمة، فقال له بكلمات بسيطة: ما أجمل هذا الصوت لو كان في كتاب الله. وقعت هذه الكلمات في قلبه موقع الإيمان وموقع الهدوء وموقع النور الذي يشع في هذا القلب للإسلام، فأسلم وكسر كل أواني الغناء وكل الأواني التي تؤدي به إلى المعاصي، وأعلن إسلامه وأخذ هذا الصوت الجميل يستخدمه في طاعة الله وفي قراءة القرآن. نسأل الله أن يؤتينا الحكمة، فمن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا.